بحضوري أنا الشيخ عبد الرحمن محسن عطاف القاضي بالمحكمة الكبرى بدائرة الحدود والقصاص بمدينة الرياض، وبحضور الشهود المعتبرين شرعا الموقعين. علمتك طق ما عاد في طق، ناقصين مشاكل حنا. لا يكون بدرية وبنتها علموك المواويل بعد، عاد مواويل بدرية تنشرب فلوس. ترى الشيوخ مو مدخلين الرجال على حريمهم. أنت الباب ابن الكلب. حارة إسعاف ذي هذه آخر حارة في الدنيا، وعقبها القيامة. اللي يبي الجنة يجي في ذا، واللي يبي جهنم يجي في ذا، وحنا نوصله برسم الخدمة. كحل عيونك فيها شوي، شوف من أحلى هي ولا سماح. أنا الحين ما عاد أبيك تسمع كلامي، أنا بيك تصير رجال. اللي ما يطبق شرع الله في نفسه ما هو بكفو يطبقه في الناس. أنا يوم قلت لأمي إني أحبه بيتزوج، قال لي اختار واحدة من الثنتين، يا تحب يا تتزوج. يا أخي ذكرني بسرور. إيش دخل سرور؟ إيش دخل سرور؟ والله يا دايل لو صرت سياف اعتبر اللي بيننا انتهى. إذا بصير سياف بصير سبب واحد بس،